التواريخ معانيها المستلهمة من أرصدة الشعوب، وفي ذاكرة الجزائريين 19 من مارس 1962 عيد للنصر. نعم هو كذلك، وفيه وقعت جبهة التحرير الوطني على انتصارها، بينما وقعت فرنسا على هزيمتها وانكسارها بعد التوقيع على اتفاقية إيفيان قبل ذلك بيوم. بموجب الاتفاقيات طبق منتصف نهار 19 من مارس وقف إطلاق النار، الأمر الذي كان بالنسبة للجزائريين استقلالا نظريا جسد تطبيقيا في 5 من جويليا الموالي باستفتاء اختار فيه الجزائريون الاستقلال بنسبة قاربت 100%. قبل كل ذلك مسار النضال والتضحيات كان طويلا مريرا للجزائريين، حتى أرغم المستعمر الفرنسي على جلوس قبالة ممثلي جبهة التحرير الوطني في عدة محطات من المفاوضات، بداية من لوغران، لوسيرن، بال، ليروس، وصولا إلى إيفيان الأولى فالثانية، وفيها استسلمت فرنسا الاستعمارية إلى حتمية ترك وطن لأهله بعد أن حاولت تدنيسه لما يزيد عن 130 عاما. لم يكن من السهل الوصول إلى تلك اللحظة بالنسبة للجزائريين أمام مستعمر متجرد من الإنسانية قتل وعذب ودمر وأفسد بأبشع معاني الجرم، بل وظل متمسكا بالجزائر وخيراتها مثل تائه وراء السراب. حاول أن يختلق ممثلين عن الجزائريين من صنعه، فلم يقبل الجزائريون غير جبهة التحرير الوطني والحكومة المؤقتة. حاول إغراء الشعب برغد العيش فأداروا الظهر وظلوا على دروب الكفاح. حاول وحاول وما من طرح قبل غير الاستقلال. الوعاء الزمني لشهر مارس يعج بمعاني الكفاح والنضال من تاريخ الثورة التحريرية المجيدة، يزينه عيد النصر وحواليه محطات نضالية جعلت مارس يوصف بشهر الشهداء، ففيه أسماء لقيادات عديدة للثورة نالت الشهادة بعد أن قدمت ما عليها لتحرير الوطن، وبعد أن استهدفها جيش الاحتلال الفرنسي لكسر شوكة الثورة، فما زاد ذلك إلا من قوة المجاهدين ومن رصيد فرنسا الإجرامي الذي طويت صفحته في 19 من مارس 1962 لترمى في مزبلة التاريخ في 5 من جويليا.